نروح بقى الفتاه الانجليزيه عندها 12 سنه عملت حاجه غريبه جدا، مش عارفين ده تحدي بقى من التحديات الغريبه المنتشره على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت ولا ايه بالظبط مش عارف. المهم البنت دي عملت ايه؟ قررت تحط شفايفها في زجاجه علشان تبقى شبه شفايف طبعا كايلي جينر الممثله العالميه. طبعا الهدف شيء، اما النتيجه طلع شيء حاجه ثانيه خالص. تعال نشوف الفيديو ونعرف هو ايه اللي حصل بالظبط ونرجع نعلق. I'm kind of off. I'm like off. Take it off. No, 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 no. Lily? Lily? انا عايزه اقول لكم هي استخدمت كوبايه ازاز صغيره حطت فيها شفايفها، وعايزه اقول لكم ان على صفحات المكياج على السوشيال ميديا اللي هي بتبيع مستلزمات المكياج والمكياج كان في بالفعل بلاستيك، بقى بلاستيك نفس الكونسبت كده، بتدخل في البنت تدخل فيها شفايفها وتفضل زنقاها. هم بيعتمدوا على الحته دي ان هي بتزنق الشفايف جامد قوي، فالدم ما بيطلع بيضخ فيها الدم فتورع، يعني هي بتعتمد على ورم الشفايف. وكانت وقتها هي بتاع بلاستيك برضو نفس الشكل بس بلاستيك كده كانت بتتباع. ومش عايز اقول لك بقى كانت يعني ازاي منتشره بكميات رهيبه، وكل شويه عليها اعلانات ويجيبوا لك بتستعملوه بيستعملوها زي نفس الطريقه اللي هي عملتها دي. ده هدف سيء، يعني احنا بنتكلم على الاهداف او كل حاجه، ولكن ده هدف مش صح خالص. بحذر فيه طبعا كل اطفالنا ان هم ما يقلدوش ده. هو الغريب في الفيديو كمان ان اللي بتضحك دي مامتها، يعني الست الكبيره المفروض انها عندها وعي شويه باهميه الحفاظ على بنتها وتعلمها عادات ايجابيه، اللي بتضحك دي مامتها، فهي بتحرضها على ده. اعتقد طبعا لو كل اطفالنا بيتفرجوا عليه دي حاجه سيئه جدا، ما تقلدوش ده. واحنا جايبينه كنموذج ان ده ما يتعملش، جبنا النماذج الناجحه اللي بنحاول نقلدها ونحاول يبقى عندنا عزيمه من شغلهم ومن نجاحهم، ولكن ده الطرف الثاني من عدم تحقيق الهدف الصح. خلينا نقول يا جماعه برضو في الاخر، يعني ما فيش احلى من البني ادم يبقى راضي. اولا ما فيش حاجه زي الطبيعي اللي بيخلقه ربنا فينا، ونبقى راضي بشكلنا. وخلي بس حته تغيير الشكل ده يبقى في اضيق الحدود، يعني لما تبقى في حاجه فعلا انت خلاص نفسيا شايفها مزعجه لشكلك انت ليك انت، ماشي نعملها. انما في ناس، يعني في ستات بقيت اشوف صورهم كتير شبه بعض من كتر ما هم بيعملوا نفس الحاجه. يعني مش لازم على فكره كلنا نبقى شبه بعض كده. السنان هي بقت ست كده معروفه، الخدود مع الشفايف مع السنان، يعني في تركيبه كده بقت تتعمل بشكل معين. اعتقد انه يعني مع الوقت ده دي هتبطل موضتها، لانه ده بره ده يعني حاجه مش طبيعيه. اي حاجه اوفر حتى لو حلوه بتتقلب ضدها، ده رايي. يعني انا طبعا بتكلم على وجهه نظر انه الانسان الى حد كبير لازم يبقى قنوع شويه بالشكل الا في اضيق الحدود فعلا. يعني ده الرضا اللي احنا كنا بنتكلم فيه واللي سالت فيه برضه دكتور محمد، ان احنا ازاي نحافظ على الهدف بتاعنا بس يبقى عندنا رضا داخلي، ما عندناش تسرع في انجاز المهمه دي. يمكن هي عايز توصل لشكل معين لوجهها ولشفايفها فاستخدمت اسلوب غلط. ده بنشوفه حتى في الشباب اللي مثلا عايز يروح الجيم فيلجا لسبلمنت او المكملات الغذائيه المضره ليه، بيوصل للشكل ده ولكن بيبقى فيه اضرار كتير جدا. سرعه تحقيق الهدف مش مطلوبه خالص، وده اللي احنا بنتكلم فيه في حلقتنا، ولكن انك تحدده، انك ازاي تسعى ليه، انك ازاي تشتغل على نفسك ان انت تبقى مجتهد ان انا احقق الهدف ده. السرعه دايما فيها مشاكل وفيها مخاطر كتير جدا يا ما. احنا كمان دلوقتي في فكره الهدف الجيد، يعني في هدف جيد. ما هو خلينا نقول برضو انه كل حاجه في الدنيا دي محايده، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الشريف قال لك انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. يعني هو سايبك انت حتى تشوفه ازاي، انت بتشوف ازاي. فخلينا نقول انه برضو كل حاجه في الدنيا احنا اللي بنخليها حلوه واحنا اللي بنخليها وحشه، انما ما فيش حاجه بتتخلق كده لوحدها هي وحشه.